اهلا سلامتكم، مرحبا بكم في هذه نوفيل فيديو. نرحب لي زابوني جدد ونقول لهم مرحبا بكم في وسطنا، واللي مازال ما تابوناش ما تنساش تابوني ودير لايك الى عجبتك لا فيديو وبارطاجيها. الموضوع اللي راح نهضر عليه اليوم في الاول راح نديرو شورت، يعني فيديو قصير تاع دقيقه، لكن كي حوست كي بحثت صبت باللي موضوع غني بالمعلومات وحبيت نتقاسم معكم كامل المعلومات اللي انا تعلمتها. اذا قررت اني نعطي له قيمته ونديرو فيديو، وهذا الموضوع هي حاجه في كل دار كاينه، الا وهو الزربيه. الزربيه ولا السجاد الجزائري من الحرف التراثيه الجزائريه التقليديه اللي تعود الوجود ديالها الى الاف السنين. كانت تتصنع بكري باش تزين البيوت، يعني ديكور للبيوت، اما نعلقوها على الجدران ولا نحطوها مباشره على الارضيه، ولا حتى نزينوا بها غرف استقبال الضيوف. وإلى يومنا هذا مازالت العادة هكذاك. والزربية عندها دور في الأعراس، حيث أن الزربية يعني قيمتها وقيمة الذهب والحلي كيف كيف، حتى أن العروس كي تكون توجد في جهازها تديها معها البيت الزوجي، وهذا اللي يقولوا له في الجزائر، يعني في الوسط نقولوا له الشورى، وفي الغرب يقولوا له الفرش. قولوا لي في الشرق واش تقولوا له نتوما، وتاني نفتح قوس قولوا لي اللي يعرفوا الجهاز، الا مازالكم تدوا الزربيه معاكم ولا السجاد تدوه معاكم جهاز، اسكم مازالها تجيبوا العروسه معاها في جهازها، قولوا لي اذا هاد العاده مازالها عندكم. الشورى اللي هي عباره على البسه وافرشه تديها العروسه البيت الزوجيه ديالها، ناس العاصمه ناس الوسط بصفه عامه يقولوا التعلاق، تدي الشورى للتعلاق. كما أن الزربية تقدر حتى تكون هدية للعروس ولا للعريس نهار زواجهم من الأقارب ولا الأهل. والزربية كلمة متداولة في اللهجة الجزائرية تعني السجاد المصنوع من الصوف ولا الوبر. الوبر اللي هو جلد الجمل ولا الناقة، وكلمة زربية هي كلمة عربية جاية من العربية الفصحى وتعني الفراش أو البساط المزركش والمصنوع من الصوف. كما نصيبوا أن كلمة زرابي موجودة في القرآن الكريم لقول الله تعالى: والبحوث التاريخية في الجزائر أثبتت أن صناعة الزربية الجزائرية تعود إلى آلاف السنين، يعني 5000 سنة. ومن ميزاتها أن صناعتها تتطلب شد خيوطها بأحكام ودقة كبيرة، حتى الصانع ديالها يعني الحرفي ديالها اللي يكون يخدم فيها تحصل على رموز وأشكال هندسية تقليدية تميز كل زربية بمفردها، وكل هاد الرموز والألوان والأشكال عندهم معنى، والمعنى اللي تنطابق على المنطقة اللي تنخدم فيها الزربية. وصناعة الزربية الجزائرية تتطلب معدات قديمة، يعني آلات قديمة متوارثة على الأجداد. وعلى سبيل المثال آلة تصفية الصوف، يعني ماشينة لتصفي الصوف اللي نسموها باللهجة الجزائرية القرداش، كاين الغربال وحتى الفانوس. كاين في الجزائر 6 أنواع من الزرابي ونصيبوها في مختلف مناطق البلاد. كما في الشرق الجزائري نصيبوا أنواع من الزرابي، وهي زربية بابار الأمازيغية، زربية النمامشة والحراكتة، وهي من السجاد الرفيع المصنوع بالصوف لينافس أفضل أنواع السجاد في العالم. كما نصيبوا تاني زربية جبل العمور اللي معروفة بها مدينة الغواط، وزربية مدينة سيدي بلعباس اللي يقولوا لها الحنبل. ومن أهم زرابي الجزائر كاين تاني زربية غردايا، وحتى ولا كاين انواع وحدوخرى كيما زربية قصر الشلالة وزربية المعاضيد. بصح كل السجادات ولا كل الزرابي عندهم نقطة مشتركة واحدة اللي هي تكشف على التراث الشعبي الجزائري الفاخر والاصيل. تتميز كامل الزرابي الجزائرية بأنها طبيعية ومستخلصة من الموارد الطبيعية، كما حب الرمان المجفف يعني لي بيبان دو غرنادين سيشي، هذا لتثبيت اللون باش يعطي اللون الأحمر، وعود شجرة الجوز البني وحجر النيلة ليمد اللون الأزرق،
واللون الأحمر القرمادي اللي يمد الأحمر اللي نعرفه بالأحمر الأجوري أو روج بريك يكون جاي من عشبة شقائق النعمان، واللون الأسود من حجر المغرى، واللون الأصفر ما يبانش بزاف مقارنة بالألوان الأخرى فهو من العود الأصفر اللي هو عبارة عن بهار هندي بلون أصفر. تحتفل الجزائر في فصل الربيع من كل عام بعيد الزربية اللي يهدف لتنمية الصناعات التقليدية خاصة النسيجية منها. يندار هذا المهرجان سنويا في مدينة غردايا اللي هي تعد أكبر أسواق الزرابي في الجزائر، كما أن مدينة غردايا تشتهر تاني بإنتاج عدة أنواع أخرى. مهرجان عيد الزربية في غردايا يعتبر تقليد راسخ وهذا منذ أكثر من 50 سنة، ويتميز بمشاركة عدد كبير من ولايات الوطن وحتى من دول عربية، كما أنه يجلب بين 5000 و 10000 سائح من الجزائر ومن دول عربية وأوروبية. ويتميز مهرجان عيد الزربية يزينوا مركبات، يعني يزينوا سيارات، يزينوهم بالزرابي ويخلوهم يجولوا في شوارع غردايا، وهذا يكون تحت تصفيقات الجمهور وزغاريد النسوة، حيث أنه تتنافس هاد العربات يعني هاد المركبات على جائزة أجمل عربة، وهذا بعد ما تمر بلجنة التحكيم في المنصة الشرفية مصحوبة بفرق الخيالة والبارود رقصات فولكلورية. والهدف تاني من هاد العربات المزينة بكل أنواع الزرابي هو إبراز دور المرأة في صناعة وترقية الصناعة التقليدية باش يبينوا إبداعها وإتقانها ومهارتها في صناعة الزربية. أنا شخصيا هاد العيد ما كنتش نعرفه، وأكيد مدابيا نحضر فيه، يكون فخر لبلادي وفخر لمدينة غردايا وفخر للثقافة الجزائرية، واللي يعتبر فخر كبير للنساء الجزائريات. وفي مدينة غردايا كل عائلة عندها منسجا خاص بها، والسجادة الزربية تعد من الأثاث المنزلي، وفيها تاني أكثر من 14000 امرأة حرفية مختصة في صناعة النسيج والزرابي. كل هاد النساء يعملوا تاني باش يعلموا بناتهم هاد الحرفة المتوارثة. بهذا نكونوا لحقنا لآخر هاد الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا عندكم معلومات واحدة أخرى ولا معلومات ما قلتهاش شرفوني في التعليق وزيدوا بارتاجيونا. وأكيد اللي راه يشوف هاد الفيديو ماشي بأبوني، أبوني من فضلكم، ما تنسوش لي لايك هكذا باش تلحق الفيديو للناس كامل. وأكيد اللي عجبتكم الفيديو ما تنسوش تبارتاجيوها. نقول لكم بقوا على خير إلى فيديو واحد آخر مع موضوع واحد آخر. سلام.